Endeskariki cihan Ben bu cihana sığmazam Endeskariki cihan Ben bu cihana sığmazam Yersiz yurtsuz cefer beyim Hiçbir mekana sığmazam Hiçbir mekana sığmazam Yersiz yurtsuz cefer beyim Hiçbir mekana sığmazam Hiçbir mekana sığmazam Benim Çarpen cüşe sırlar benim Zerre benim güneş benim Çarpen cüşe sırlar benim Her şey açık ve meydanda Ben bu cihana sığmazsam Ben bu cihana sığmazsam Her şey açık ve meydanda Ben bu cihana sığmazsam Ben bu cihana sığmazsam أتيش تورك عمره 28 سنة ما بنعرف إذا بيستخدم دواء محدد أو لا وما عنده أي أمراض دائمة لهلأ ما بنعرف أي شيء عنه فيكن تفحصوا وتتأكدوا من هذا الشيء غير لوين رايحين بهالوقت؟ لعن جماعتك مبروك عندك رفقات قوايا كتير اسمع لا تفكر اني نسيتك رح نلتقى بنلتقى جابني الشيء سويت لسه في شغله يا اكابير يسلم عليك كاياكجي نهاية مشكان قلت لك رح اجتمع فيك عن قريب وعن قريب باي. ادخل أنا شفت كل التسجيلات رئيس واللقطة اللي بتهمك موجودة هون في واحد بالتسجيل
خبر تتافل لي انه نحن رح ندعمه. مع الاسف. مين اللي مين يلي بعنا؟ فيك تشوف بعينك. انا ما بقدر احكي اسمه. شوفوا انت ريس، رئيس بترجاك قول أي شيء، أنت بس أمرني وأنا رح نفذ اللي بدك إياه بالحرف الواحد. بدي تراقب قربان. بالأول لازم نعرف ليش عمل هيك فينا، وبعدين بلكي بهاي الفترة تخلى عنا وبعنا يا ريس. لوقتها بفرج الله حبيب. المهم هلأ بدي منك تعرف لوين عم يروح ومع مين. ما بدي غيب عن عينك ولا لحظة، وانتبه ما بدي حدا يعرف باللي عم يصير ولا حتى يسمع بخصوص هالقصة. دير بالك يخبر حدا بهالشي قبل ما تاخد الأوامر مني. أهلين عطا كان بيك. جزائر، في شي كتير ضروري لازم نحكي فيه هلأ. خير إن شاء الله، شو صاير؟ أكابير، شبه أكابير، عطا كان بيك، شو صاير مع أكابير؟ جاوبني ريس. أكابير بيك منيح؟ ضربوه أكتر من سكين بالسجن وحالته مو منيحة أبدا. طبعا رح ننقله على المستشفى ورح نعمل جهدنا ليعيش. ألو جزائر، عم تسمع صوتي؟ ألو ايه عطا كان بيك. خلص أنا رح أتصرف. لا ما رح تساوي أي شيء بهالخصوص جزائر، نحن عم نحقق بالحادثة، دير بالك تتهور وتعمل شيء. إياك. بترجاك قول إنه أكابير عايش ريس، بترجاك لا تضلك ساكت هيك. حالته ما أنا منيحة. وبدون ننقلوه على المستشفى.
الحمد لله على السلامة. تمك ناشف، رح حط له شوية مي. أنت مين بتكوني؟ أنا جديدة، لسه ما في شي رسمي، بس إن شاء الله يقبلوا يوظفوني. اسمي عزراء، أنا عملت لك العملية. حاسس بوجع؟ إذا احتجت شيك بوس على الزر، بجي لعندك فورا. الحمد لله على سلامتك. أنت منيحة؟ منيحة. طيب عم يوجعك شي؟ لا. إذا بدك ارتاحي شوي وبعدين منروح على البيت. لا ليلى، معلش خليني أرجع على البيت. ماشي حياتي. شو صاير مع فيروزة؟ شو بيعرفني؟ شبه فيروزة خانوم؟ لسه ما منعرف، بس فقدت وعيها فجأة. على طبيب التخدير الاتجاه إلى غرفة العمليات. على طبيب التخدير الاتجاه إلى غرفة العمليات. شوفي ليلى، أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة، لا تشغل بالك. بس أنا وسهيلة إجينا على المستشفى ولقينا فيروزة هون فاقدة وعيا، فحبيت خبرك بهالشي. تمام تمام، شكرا، أنا هلأ بجي. منيح اللي اتصلتي فيني. كيف سهيلة؟ منيحة، لا تشغل بالك، رح تتجاوز هالمحنة. بتشكرك لأنك خبرتيني ليلى، أنا رح أتصرف. تمام يلا بشوفك. تعي أختي. إمتى رح يخلص هاليوم؟ شو ضل شي ما صار؟ بابا شو القصة؟ كل الوقت عينك على التليفون، لتكون ناطر رسالة من شي حدا. هلأ بابا انت منيح ما هيك؟ أزادة بنتي، ما بعرف، حاسس تمي ناشف، جيبي لي كاسة شاي اشربها. من عيوني بابا، تكره. يلا اللي حبيب رئيس طلع لحاله من البيت وأنا وراه. تمام، خليك عم تراقبه منيح. كيف وضعه هلأ؟ منيح رئيس، أنت لا تشغل بالك، بس ما عم يخلوا حدا يفوت لعنده. فيروزة مرضانة كمان؟ صحيح، سمعت بالموضوع، الدكتورة اللي عملت له العملية الظاهر إنها جديدة. ماشي، أنا رايح شوف فيروزة، وإذا صار أي شيء بتخبرني. تمام، أنا رح ضل هون رئيس.
فيروزة؟ أنا منيحة، لا تشغل بالك. بيني تعبانة ووشك أصفر. كأنه هاي الغرفة باردة؟ عادي بتصير، يمكن لأني اشتغلت اليوم كتير. فيروزة شوفي. شو بيعرفني؟ عم يساولي تحاليل والبيبي تحت المراقبة هلأ، بس حالياً لسه ما في شي بيخوف. حالياً؟ شو أخباره المريض؟ قسي حرارته؟ إيه حرارته طبيعية. وين فيروزة؟ ليش ما إجت؟ حست بتعب وعم ترتاح بالغرفة، أنا رح أهتم فيك إذا ما عندك مشكلة. هي منيحة؟ إيه؟ لا تشغل بالك، مجرد تعب عادي، كمان هي حامل فلازم تريح حالك. نمت كتير، قوم بقى، لو ما وصينك براسك مو هيك. يلا. عفواً، بس أنت شو عم بتساوي؟ شو عم ساوي؟ كيف بتفوت هيك؟ مين سمح لك تدخل؟ مو مشكلة دكتورة، مع الأسف هذا بيكون رفيقي وجاي يزورني. لاحظت هالشي، بس كأنه حضرته مو مستوعب إنه هي مستشفى. ممكن تطلع لبرا؟ لو سمحت. هاد الزلمة اللي شايفتي أنقذني من الموت، مو لازم إجي أشكره برأيه؟ مو وقت أجل الشكر تبعك لبعدين. ممكن ترافقي الشاب لبرا الغرفة لو سمحتي؟ لو سمحت. أنت منيح شي؟ لازمك شي؟ طالما تشكرته ومشي الحال، نحن منشوف شو لازمه. أنت لا تشغل بالك بنو. ساعات الزيارة مكتوبة على الباب، وهلأ مع السلامة. طيب، خليني أمشي لك. أي بيكون أحسن. أزمات فيروزة منيحة، طمني عن وضعها. ما في شي بيخوف، أنا شخصياً عم دير بالي عليها. بظن إنه سألني لألي، بس أنت كنت طالع من الغرفة. عن جد الله يكون بعونك. شو بيقلك المثل؟ إذا بدك تستريح شو ما سمعت قول منيح. ما فهمت. بظن عم بحكي مع رفيقي مو معك. عفوا، بس على شو عم تضحك؟ يلا تفضل لبرا. روقي لي اعصابك شوي، رح روح. ايه يلا. الله يفك اسرك من هذا الحبس عن قريب، عن جد حالتك بتأسي. هذا نصيب. خلينا نعطي المريض ابرة مهدئ ليرتاح. بس ما فهمت ليش. يمكن اذا نمت احسن، بدل ما تقعد تسرسر وتحكي حكي ما له معنى. عن جد عيب اللي عم تعمليه. لحظة دكتورة. استغفر الله، من وين طلعت لنا هالدكتورة؟ دير ظهرك إذا بتريد. بدك ياني دير ظهري؟ من كل عقلك، روحي روحي على شغلك. يلا، لأنه على كيف الله الصح. الله يستر، لأنه ما حدا بيعرف بشو ورطت حالك. الله العليم مع مين متورط وشو السبب. Thank you.
قادر صدق اللي عم شوفه. قربان شو عم يعمل مع هذا الوطن؟ بيقولوا لا تاخد رفيق إلا من بعد خناقة كبيرة، صح قربان؟ خلينا نروح ونحتفل بصداقتنا، شو رأيك؟ أعطيني الأمانة. عندي سؤال، بدي أعرف ليش كاياكجي بعت لك هالدواء؟ معناها فتحت العلبة. بصراحة ما استغربت. كاياكجي عدوي مثل ما هو عدوك، مشان هيك لازم أعرف شو اللي موجود بهالعلبة. بس مستغرب ليش ما بعت لك إياه بشكل مباشر واستخدمني إلي أنا لحتى وصله. فكرت بالموضوع؟ ببساطة لأنه كاياكجي حط حياتك مقابل حياته سلامة فيروزة، وإلا كنا فجرنا راسك من زمان. طيب أنت سألت حالك ولو لمرة ليش كاياكجي أنقذك؟ أنا رح خبرك السبب. إنه بده يقتلك بإيديه، لهيك اعتبر حالك من هلأ ميت. حتى لو هربت منه بدك تعلق بإيدين كاياكجي، يعني حابب يشوفك عم بتموت، وهذا هو سبب عيشتك لهلأ. وصل هاي العلبة لقربان وقل له بيسلم عليك كاياكجي. الأمانة وصلت؟ شو هاد اللي عم يصير؟ ليش عمل هيك؟ كيف بدي وصل هالشي للرئيس؟ قربان دمرنا، خان عشرة العمر. طمني حبيب، في شي مانو منيح؟ في مصيبة كبيرة رئيس، يعني ما بعرف شو احكي ولا كيف بدي بلش بالموضوع. ماني متحمل الغاز حبيب، لا تعصبني أكتر، احكي لي شو صار بدون مقدمات. قربان التقى بتتافل اللي من شوي وعطاه علبة. اختصر شو اللي صار بعدين وعن شو حكوا. ما قدرت اسمع، ما قربت منهم لحتى ما يشوفوني، بس صورت كل شي عندي على التليفون. في علبة عطاها تتافل لي لقربان، يمكن كرمال يضمن حياته وسلامته منها عطاه مصاري لحتى يشتريه، بس ما بدي أظلم حدا، ما قدرت أعرف شو جواته. أعطيني التليفون. شو رح نعمل رئيس؟ القصة فيها إلنا، في شي غلط عم يصير يا حبيب. تمام، انسى القصة ولا تخبر حدا. هاي القصة صارت عندي وأنا رح حلها. المهم هلأ لازم نشوف كيف بدنا نحل قصة أكابير. طمني عاصم، شو صار معك؟ اسمعني، رح ناخد أكابير، هنن وعم ينقلوه على المستشفى. بدنا نلاقي طريقة. خلاص انت اترك هاي المسألة، أنا بحلها، لأنه إذا ما أخدناه رح يقتلوه.
خليكن حواليه هلأ. تمام. لما بتكون قدام عيوني وبتطلع فيك بحس حالي ضايعة، شعور كتير غريب. لو تعرف قديش تعذبت لما خسرتك، والأصعب إنك لما رجعت خسرتك مرة تانية. ليكو إجا لنشوف شو رح يحكي وكيف رح يطلع بوشنا. لا تجيب سيرة، إياك يحس على أي شيء. هذا لفيروزة، استعجل ووصلوا لعند الدكتورة. لحظة، انت كيف عرفت بمرض فيروزة ومين خبرك؟ فيروزة لا مرضاني ولا شي جزائر، بس كايكجي سممها. عرفت شو القصة؟ هلأ مو وقت الصفن، يلا. مو بس فيروزة متسممة هلأ، والجنين كمان. يلا بسرعة. أنا كنت مجبور جزائر، بعتولي فيديو لإلك من رقم مجهول وما قدرت أعرف من مين، مبين عم تقتل في تيتو. خيروني، يا أما بختار حياتك وحياة فيروزة، يا أما بخلص لتفلى لي من بين إيديك وبنقزه. وبعرف كنتوا عم تراقبوني، وقلت إن شاء الله أقدر لحقك، والحمد لله ما حدا تهور. أنا ما عم أفهم هذا الزلمة ليش ما بده يانا نقتله ونشرب من دمه لتتفللي؟ ليش؟ السبب واضح مثل عين الشمس جزائر، بده إياه لحاله، مصر يكون موته على إيده، لهيك ما راد عدوه هو اللي يقتله. بعرف الموضوع باين غريب، ولما يكون معنا وقت رح أشرح لك كل شيء، بس كايكجي عمل كل هاد لحتى يخليك تفكر بهالشكل. كل اللي صار لعبة منه حتى يدخل الشك بيني وبينك، ويستفرد هو بالندل تتفللي، يعني حب يطالعني خاين بعيونك. كان بيعرف انه عم تراقبوني، ولهالسبب بدل ما يعطيني دواء لألي راح اعطاه لتتفللي. صح خاطرت، بس لهذا السبب كنت ساكت وما عم اقدر خبرك. يلا جزائر، انت بتعرفني اكثر من اي حدا، مو هيك؟ صدقني كل اللي عملته كان كرمالك وكرمال فيروزة. خلينا هلأ نوصل هذا الدواء منشان يتصرفوا الدكاترة، وبس ترجع منحكي بالباقي. ألف الحمد لله، كنت واثق.
الزلمة هو اللي قوص حاله ريس، بس لعبانين بالتسجيل ليه تهموك انت؟ بصراحة ما في بالفيديو اي شي غلط، اللي عامله محترف. انا حضرته اكتر من مرة جزائر، اذا الشرطة شافته ما رح نقدر نثبت براءتك ابدا. بس اذا وصلنا للفيديو الاصلي بتختلف القصة. ما الكاميرا كانت جوات السيارة، بس يعني اللي شاف الشي اللي صار بهداك اليوم من برا السيارة بيعرف الحقيقة. يعني باختصار نحن لازم نوصل للفيديو الأساسي. عرفت شي عن الرقم يلي بعت لك هالمقطع؟ حاولت تتصل فيه؟ ايه اتصلت جزائر، وبكل مرة كنت اتصل كان يطلع لي انه الرقم خارج نطاق الخدمة. فهموني، طالما هالمقطع بين ايديهم ليش ما بعتوه لعناصر الشرطة لهلا؟ رح جن يا ترى مين ورا كل هالشي ولوين بدهم يوصلوا؟ هدول شكلهم حابين يلعبوا فينا مثل ما بيلعب القط بالفار، وللأسف نحن هلأ مو جاهزين إنه نلعب. لازم نوصل للمقطع الأصلي. يعني لك هيجي إذا فكرنا نقتل تتفللي رح يقتلنا كايجي. بصراحة وقت اللي وصلني هالمقطع تربطت يدي جزائر، قال إنه رح يقتل فيروزة ورح يسجنك بأسرع وقت. بس أنا ما عم أفهم ليش عم يحمي تتفللي. هالطالع باسيليوس لبرا البلد، فليش فجأة قرر ينقذوا مننا؟ حبيب انت ما سمعتني شو قلت؟ لأنه كايجي حابب يستفرد فيه، وتتفللي مستوعب هالفكرة. يا منقتله نحنا يا بيقتله كايجي، الفارة مبينة. بس السؤال هلأ مين القط؟ كل فترة ورح نعرف. هذا الخسيس ما همه تتفللي أبدا، همه الوحيد هو نحنا يا قربان. الظاهر عم يختبر إذا بيطلع لنا معه ولا لا، يعني ضربة من عنا وضربة من عنده، والأقوى هو يلي بضل واقف بالأخير. بده يشوف مين رح يربح بهالحرب، نحنا ولا هو. ماضي معروف وأفعالهم بيني للكل. هذا الزلمة مجرم كبير، مل من الروس الصغيرة وشكله مبسوط بهي اللعبة. احكي مع هزمات خليه يتحرى عن الرقم يلي بعت لك المقطع. لازم نعرف مين بيكون هذا الوسيط، وبس نعرف منشوف شو رح نساوي. طيب بلكي بهالوقت وصلوا المقطع للشرطة، قصدي بلكي أخدوك رئيس. انت رح تروح وأكابير مانو هون، رح نتدمر بلاكون. شو منعمل؟ لا أقوى فينا هو اللي رح يربح. عجبك؟ ما أسرعه؟ مليكة يسلموا، كنا عم نحكي بموضوع الحلويات. هزمات عم يأكل أسرع من الكل وعم يخلص حصصنا كلنا. لا تصدقون عم يكذبوا، كمان بياخد كل الشوكولا اللي بتحطيها بالنص لحاله هو. مزبوط أخي، أنت هيك من طفولتك. ألف صحة على قلبه. سمعت أخي، يا هيك الحب يا بلا صح. شو مفكر لك عمر؟ تعال هدول مستلميني.
لا تؤاخذوني، بس دفن أخي بعد شوي. مظبوط، منعرف. عمر، هلأ رح نجهز حالنا ونطلع. ما في ضرورة، خليكن عم تتسلوا وتاكلوا بالبيت، هيك أحسن للكل. حبيبي صبر علي، يعني لسه القصة جديدة بالنسبة لعمر، لازم تتفهم هذا الشيء، ومع الأيام رح ترجعوا مثل ما كنتوا، لا تشغل بالك. بس يرجعوا يعيشوا يلي نحطوا بالقبر، منرجع مثل قبل، غير هيك ما في شيء رح يرجع ولا شيء. صباح الخير تيتا، كيفك؟ آه صباح النور يا روحي، يسلم لي هالوش الحلو. أنا تعي أهلا وسهلا، يلا اركضي لعند أختك حبيبتي. حبيبتي أهلين وسهلين، أعطيني جاكيتك. جزاير، طمني عن فيروزي، هي منيحة؟ ايه منيحة أمي، يومين وبتحسن. ناطرتك برا أختي، ما بدنا نتأخر، بكفي ما عملنا له شي بيليق فيه، على الأقل خلينا نزعل عليه شوي بجنازته. ما حبيت تضل مرجان مع المربية تبعها، لهيك جبتها تقضي وقت شوي مع ستها ومع أختها ومع عمتها جانان. البيت بيتها، بتقدر تضل قد ما بدها. تعرفي مرجان، زهرة كانت عم تساوي كعك بالمطبخ، بدك تشوفي إذا خلصت. كعك بالبرتقال؟ إيه صح. إيه ماشي تمام، وأنا رح أطلع ماما، بدي شم شوية هوا، لأنه الهوا هون عم يضايقني كتير. سونا، لك شو هالحيلة هي؟ كل النسوان اللي فيها كلامهم بنقط سم، وآخر همهم إذا اللي قبالهم عم يتوجع ولا لا، بيجرحوا وبيمشوا عادي. جزاير، الحادثة لساتها جديدة ابني. إيه؟ كمان سونا، وبتعرفها ما بتفكر قبل ما تحكي، لساتها صغيرة. اهدى. أنا طالعة كمان. ليلى اسمعيني، نحن رح نساوي حفلة صغيرة بالحديقة هون، من كم شهر سوينا حفلة بتشبهها، بس إذا الموضوع رح يضايقك فبلغي فورا. شو هالحكي ابني؟ يعني معقول بدها تتضايق من 4-5 أولاد صغار؟ صح ليلى؟ إذا أمي موافقة أنا ما عندي مشكلة، أساسا ما بتوقع بتفرق معك شو بيضايقني وشو لا. كل عمري وأنا مهتم بأي شيء بيضايقك ليلى. على كل حال أنا رايحة، ولا تشغل بالك على مرجان، هي هون بين أهلها. كمان سونا مكسورة، منك أنت مو من أختها. خليني ساوي لك قهوة. عمي خوفتني كتير. أنت اللي خوفتني عليك ابني. شوفي ليش عم تخبي التليفون تحت رجلك؟ لا تكون خايف من الدكتورة. الله يسترنا من هالدكتورة، بدها تطالع لي روحي بالأوامر تبعها. كيف يعني؟ تخيل، مبارح بس لأنها عصبت مني طلبت يعطوني مهدئ،
وقلعت هزامات من هون. ما فيني أقول إنها سيئة، بس مدري كيف بتحسها، ما عم بتخليني أتنفس. تمام ماشي، خليني أحكي مع فيروزة، إذا ما أنا منيحة منبعتها على مستشفى تاني مو مشكلة. لا لا عم يستنى، مو لهالدرجة، شغلة كتير منيح، بس ما بس شو حيرتني، منيحة ولا لا؟ عصبية كتير. عصبية لكان يعني إذا في شي معاجبة بصير طبعا حد، بس أكيد بتتغير مع الأيام، لساتها جديدة. آه فهمت عليك، أنت عصبي وهي طبعا حد، بتتفقوا مع بعض. أنت شو عم تحكي عمي؟ كل هاد بس لأنه ساوت لي العملية. يعني على أساس ما أنك فرحان فيها. المهم طمني شو أخبارك، أنت منيح ولا لا؟ إيه منيح، صار فيني أطلع هلا. بس الدكتورة هي اللي بتقرر هذا الشيء، صح؟ شو كان اسمها؟ عزراء خانو. هتلر يلبق لها الاسم، ما بعرف، أو بالأحرى مصيبة كمان بيلبق لها. ممثل طالع عمك